انا اختك. انت بتتريقي؟ السياسه يا هبله وماشيه بيها الحكومه. بتخرج حد فينا عشان يدفع للتاني، ومن التاني يخش فالاولاني يدفع له. ايوه. انت عبد الله سالم الطيب؟ ايوه. في حاجه؟ في واحد اسمه وفاء عبد العظيم محمد بيتهمك بسرقة بضاعه من عنده، وعامل فيك محضر بايصالات امانه. شفتوا؟ مش قلت لكم نسلم بعض؟ الحكومة بتلعب معانا المساك، وعشان ما تزعلش حد فينا عملها لنا بالدور، والمرة دي الدور عليا. طب مش لسه خارج بأمك الصبح؟ يا باشا هنعمل إيه بقى؟ واضح إن الحكومة مش قادرة على بعدنا، فبتحب توجب معانا بقى، فجابتني هنا يعني. هتهزر روح أمك؟ يا باشا أنا شايف اسم أمي مش مكتوب عندك، ليه سيرة الأم بقى؟ اسم الله عليك، ليه؟ هي أمك من الأولية؟ قول لي بقى يا ورا، فين البضاعة اللي أنت سرقتها من المعلم موفق؟ يا باشا أنا ما سرقتش حاجة. هو الموضوع كله إيصالات أمانة، هو حب يسخن الموضوع فعملها سرقة، والإيصالات عندك موجودة يا باشا. يا صايع هلا، أنت بتضرب إيه يا باشا؟ بضرب إيه؟ ده أنا بكح من سيرة الدخان. والله العظيم أنا بجري على كوم لحم، بس هي الدنيا معندة معايا شوية. عبد الله، أنت بخير يا دنيا؟ لا ما تقلقش ياما، أنا جتتي نحاست خلاص ياما. أنت كويس؟ أه كويس الحمد لله. إزاي يحضوك بوصولات أمانة من غير ما يكون في حكم محكمة؟ أنت بتقول إيه يا أبو عبالي؟ ما البلد كلها ماشية بطهرها. مش قصدي أنت. ما بقتش وصولات أمانة. موفق سخن الليله وخلاها سرق بضاعه. يلا تراوا بقى، صدعتوني جت كل بلاوي. على فكره الاسلوب اللي حضرتك بتتكلم بيه معانا ده مش كويس خالص. كلمه كمان يا بنت، انت هدخلك حبس 5 نجوم، سامعه؟ اسكت يا بنت ناديه بقى. بس يا ناديه، ده انا لسه بقول للباشا فاهم مش تلميذ. يا ريت يا باشا نلم الجمل حصان شويه، ولا هو ما بيسيبش غير على الغلابه. يعني ايه؟ بس هتقل يعني يا باشا، يعني لسانك حصانك. هو يعني بيقول ان حصان الحكومي ما ينفعش ينزل لحصان الشعب، هيسهى. هو مقصود؟ لا لا، اقصد يا سكرين ده، اقصد يا باشا ما تعليش صوتك على امي واخواتي، انا موجود قدامك اهو، اعمل اي حاجه فيا. بس بقى، اما انك وضعتني للادب صحيح، حقك عليا يا باشا، انا ابني قال لي الرباعي. يلا يا بت، خدي اختك وامشي من هنا، يلا. كده كده هتعرض على النيابه بكره الصبح. خد عسكري على الحجز. هجيب لك محامي يا عبد الله. هجيب لك محامي. تلاش يا عبد الله، بالك على امي يا اخويا. في عينيا يا عبد الله. يلا يا خالتي. يلا يا خالتي. يلا يلا يا خالتي. والله العظيم صل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هو عارف ياما انك زغتيه عشان تشفي غليل الامين، ما تخليهوش يشر عليه. عبد الله دماغه كبيره، ما تقلقيش. والله ما انا عارفه هو بيحصل فينا كده ليه. يا رب احنا عملنا ايه غلط بس. الله 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 الله، ما تصلي على النبي يا خالتي. عليه الصلاه والسلام يا ابني. كرهي يا ابو عمالي،